الخير. معايا ماريا تريزا. هاي ماريا تريزا، كيفك؟ مدام ميري، تعرفت عليها فوق. مدام كلوديا حبيبتي. مدام بيتي. مدام كارلا. فكرة انا وانا وماريا طلعنا نفس البرج، نفس برج العقرب. نوفمبر. كيف السنة؟ منيحة على العقرب؟ الحمد لله. تفضلي ست ماريا تريزا. يلا اسمعيني بقى. بنشوف الست هايدي شو عملت لنا. كثير حلوين تيابك، كثير طالعة. هاي نجحتي فيه بالبداية بعد ما بلشت. ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام، وقابلته نسيت إني خاصمته، ونسيت الليل اللي سهرته قابلته، نسيت إني خاصمته، ونسيت الليل اللي سهرته، وسمحت عذاب قلبي 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 وحرته، معرفش ازاي 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 انا كلمته، مقدرش على بعض حبيبي، مقدرش على بعض حبيبي، انا ليا مين، انا ليا مين، مين مين اللي حبيبي قابلني، والاشواق خد ايدي في ايدي. وهمس لي قال لي الحق علي، نسيت ساعتها بعدنا لي، وهمس لي قال لي قال لي الحق علي، نسيت ساعتها بعدنا لي، فين دموع عين اللي ما نامت ليالي بابتسامة من عيونه، نساها لي أمر عذاب وأحلى عذاب، أمر عذاب وأحلى عذاب، عذاب الحب، عذاب الحب للأحباب، ما قدرتش أصبر يوم على بعده، ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده، ما قدرش على بعده حبيبي، ما قدرش على بعده حبيبي، حبيبي. ميرسي. شو تعال شو شو كيف شو رايك؟ كثير حلو. فان سور فان ميحه. عم نبوسه يلا روحي. خلص الحمد لله. خلص اول اخذتي اول نجاح. الحمد لله حبيبي. يعني هيدي بصوتها الكبير، بالخامة المميزة، بحضورها المميز. اليوم غنت لنا وغنت حلو، وغنت يعني غنت بارت كبير من الغنية، بس في كتير محلات حسيتها أنا عم بتشد على صوتها. يعني أنا اليوم بآخر إيفال نصيحتي لهيدي هي إنه اليوم
صوت هالقد كبير وهالقد حلو وبلش يصير كتير مهذب الصوت هلأ بعد كل هالوقت بالأكاديمي، صار لازم تعرف تنتبه إنه لازم كتير تحافظ عليه مثل كنز كتير تمين، ما لازم تشد، ما لازم تتعبه. يعني أول ما بلشت كان في شوية نزهر، كان في شيء ما إنه نقي بالصوت، وall the way كانت عم بتشد على النوتات العاليين، وأصلا كانت تبينه من البوستير تبع رقبتها كانت عم بتشد. سو بس لو هايدي بتنتبه شوية على التكنيك تتريح صوتها بعد بيعطينا أداء بعد أحلى بكتير من الكتير حلو اللي عم نسمعه already. هايدي أكيد صوت مميز. بعد في شغلة كتير مهمة، بس لما بدها تطلع وعم تستعمل صوت الصدر بالنوتات العالية بعده عم يرجع صوتها لورا. أفضل تستعمل صوت الراس تما تصرخ، لأنه بعد في وقت تقدر تدمج منيح منيح الصوتين، مشان هيك عم تتعذب شوية بس إجمالا بتغني حلو. يعني هايدي ما بين اللي فرجتنا إياه بالبرايم واللي فرجتنا إياه اليوم، هايدي موهبة كبيرة أنا رأيي يعني الخاص، بغض النظر عن أكيد التفاصيل المزبوط اللي حكيتوها، موهبة كتير كبيرة، صوت كتير كبير من الله، وأخلاق من الله كمان، لأنه هايدي شخص لذيذ كتير. بتجربتنا معها 3.5 أربعة أشهر شفنا منها إنسان رائع بليق بهالصوت، بدها شغل أكيد، قد ما صوتها كبير أكيد بده شغل أكتر من غيره. صعب عليها لأنه موهبتها كبيرة، وبتمنى لها النجاح، وبفتكر أنه رح يكون عندها مستقبل حلو هايدي إذا هيك كان إلها حظ وناس مسكوها بيعرفوا منيح يلقطوا الفنان ليصير نجم مثل ما بيستحق. ما رح طول بالنسبة لهايدي، موضوع الإيفال أطربونا، وأنا بصراحة أطربتني بكل بساطة، ومن أول برايم هايدي تطربنا كل ما بتطلع بتغني بالبرايمات. مرقت بفترة شوي هيك ضعفت ورجعت شدت حالها، وبس بدي أقول شغلة صغيرة، هايدي كتير بالصفوف تحسنت بإداءة التمثيلي، وهيدا كتير ساعدها بحضورها على المسرح، وعندها قدرات تمثيلية وعم تشتغل عليهم، صارت كتير مرتاحة بالشغل بالصفوف معي. هايدي كتير المميز عندها هو خامة هالصوت الحلوة المعباية المليانة يلي بتلبق للطرب، مشان هيك فعلا هيك بسلاسة وبإنسيابية بتطرب وقتها بتغني. بس أنا بدي أقول إنه اليوم اللي غنته هايدي كان كتير حلو، بس زمط منها كم قفلة مش لازم يزمطوا معها هي، لأنه هايدي عم بتغني، عم تغني غنية هالقد منعرفها هالقد منحبها وهالقد هي أكيد ربيان عليها مثل كل الشعب المصري والشعب العربي بشكل عام. فلازم تنتبه على التفاصيل، لأنه اللي عنده هالقد شي حلو لازم ما يمرق منه ولا زيح ولا نوطة ولا فرفوطة نوطة، لأنه هالقد حلو وهالقد لازم يكون الغناء تبعه كامل خصوصي بعد هالشغل كله. فالمطلوب من التلاميذ اللي هالقد أصواتهم حلوة اللي هالقد بيقدروا يطربوا إنه ما يضيعوا ولا فرصة صغيرة تيخلوا العالم فعلا عم تسمعهم مبهورين بأصواتهم.